وتلك الأمجان نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن علماء السنة هم يعتبرون رؤوس الأمة. يقول السائل: فضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان حفظك الله من كل سوء، وأنت حفظك الله من كل سوء ومكروه، والأفضل تقول الأخ عبد الله عثمان، ما تقول فضيلة ولا تقول شيخ، أحسن تقول الأخ عبد الله عثمان. هذه مسألة فضيلة ما أدري من إن جاءت. وأيضا الشيخ، أنا إلى الآن أظن ما قد وصلت إلى سن الشيخوخة، لا زلت في سن الكهولة، لأن سن الكهولة يكون من 40 إلى 50، وأنا ما زلت في 50. قال نريد، ما قد وصلت إلى يعني المشيخ في العلم. أين أنا وأين المشيخ؟ ما زلت طالب علم وأقل من طالب علم.